اهلا بيكم من جديد. وصلنا دلوقتي لفقره نبض 100 عبر، الفقره اللي دايما بنحب نبداها بلايف من داخل نادي الزمالك عشان نعرف من هناك الجديد. عشان كده خلونا نروح ناخد مراسلنا وزميلنا مراد ابو جلال عشان نعرف منه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا مراد، نهارك ابيض. نهارك ابيض يا مراد. برحب بك يا زميلة العزيزة إنجي يحيى، وبرحب بك يا زميلة العزيزة نيرفانا العبد، وبرحب بجميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من هنا من داخل أروقة نادي الزمالك وشمس يوم رياضي جديد، وجولة أخرى من جولاتنا الصباحية الرياضية زي ما احنا متعودين طبعا بنسعى فيها لعمل سبوت على جميع الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك. علشان كده متواجدين اليوم داخل نادي الزمالك ومعانا طبعا لعبة اشتهرت بالفنون القتالية، كانت بدايتها طبعا في دولة اليابان وانتشرت سريعا في جميع الدول، لها شعبية عريقة جدا وكبيرة داخل جميع الدول سواء هنا داخل مصر أو خارج مصر. بالتأكيد طبعا هيكون معانا اليوم ضيفنا الكابتن أحمد عفيفي مدرب جودو نادي الزمالك عشان نتكلم معاه طبعا على آخر تطورات اللعبة داخل جدران القلعة البيضاء، أيضا هنتكلم معاه عن تتويجات طبعا لاعبيه طبعا بالبطولة الذهبية، بطولة الجمهورية بالميدالية الذهبية، أيضا ثلاث ميداليات فضية أو أربع ميداليات فضية توجوا بها في خلال طبعا البطولات السابقة. هيكون معانا طبعا ضيفنا العزيز كابتن أحمد عفيفي. كابتن أحمد، برحب بحضرتك على شاشة قناة الزمالك، تحيات طبعا زملائنا الأعزاء إنجي يحيى ونيرفانا العبد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا كابتن، طمنا بقى على جودو بنادي الزمالك، الدنيا ماشية إزاي عندكم؟ لا الحمد لله، الموسم ده الدنيا ماشية كويس قوي، مستقرين من بداية الموسم عكس الموسم اللي فات. الحمد لله احنا ابتدينا البطولات من الاسبوع اللي قبل اللي فات، ابتدت بيوسف وفي بطولة 14 سنة، يوسف وريتاج، ريتاج اول جمهورية، ريتاج اول قاهرة وجيزة، ويوسف ثالث قاهرة وجيزة وعوض في الجمهورية وجاب اول، والحمد لله سبقهم محمود اول امبارح بالذهب 12 سنة، والذهب دي كانت غايبة في السن ده بقى له كتير يعني، فالحمد لله فده انجاز، ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله. الموسم لسه قدامه كذا بطولة واحنا مستعدين ان شاء الله يعني. اكيد يا كابتن، طبعا انجاز ميدالية ذهبية طبعا بتتطلب الكثير من المجهود والشغل على الفريق او اللاعبات بتوعك واللاعبين بتوعك، كلمنا يا كابتن اشتغلت ازاي خلال الفترة الماضية عشان تقدر تحرز بطولة ذهبية او ميدالية ذهبية؟ لا احنا ابتدينا بطولة 12 سنة دي احنا عارفين ميعادها من فترة، ابتدينا من اكتر من شهرين، كابتن احمد حسنين المدرب العام وكابتن حلمي المدير الفني ابتدينا نشتغل عليها، استعدنا بلقاءات، دخلنا بطولة نادي الصيد الودية وجبنا اول، استعدنا مع اندية كبيرة قوية جدا في السن ده، ايبون ونيو جيزة، خدنا اكتر من لقاء معاهم والحمد لله ربنا كرم، ودخلنا بست لعيبة، جبنا اربعة فضة وواحدة ذهب الحمد لله. والبطولة اللي قبليها زي ما قلت لحضرتك كان يوسف، برضه كانوا مستعدين مع كابتن عوض وكابتن ناصر كويس جدا، كانوا هم اللي ماسكين المرحلة دي، بس هم مش موجودين معانا دلوقتي فلازم برضه نديهم حقهم، لا عملوا شغل كبير جدا والحمد لله يعني، جيب كله بفايدة يعني واللي جاي أحسن إن شاء الله. قول يا كابتن، طبعا انت كنت بتكلمني قبل الهوا قلت لي ان طبعا عشان خاطر توصل لتوب ليفل باللعيبه قدرت ان انت تنزلهم عدد كيلوهات في وقت زمني قليل جدا، قول لي يا كابتن انت عملت ازاي وقدرت ان انت تخسس اللعيبه ازاي؟ لا كل اللعيبه خلال قبل البطوله بخمس ايام كلهم كانوا عندهم ميزان زياده او كنا بنوظفهم في موازين افضل، فكان عندنا مثلا حمزه 39 كيلو خس 6 كيلو في الثلاث ايام والحمد لله جاب تاني، محمود كان عليه 2 كيلو، طبعا كل ده كان بيحتاج حاجات كتيره جدا ومتطلبات كتيره جدا. احنا كنا كلام حضرتك 6 كيلو في 4 ايام او 3 ايام، ده هل ده صحي على الولد ان هو ينزل 6 كيلو في 3 ايام؟ احنا كنا في موقف واتحطينا فيه الموقف ان هو لو لعب الميزان الاعلى منه اصعب عليه، واحنا كنا محتاجين يعني محتاجين اي ميداليه للنادي، فلا هو كان انسب ميزان ليه، وهو لا كان راجل جدا والحمد لله لعب نهائي، خسر فرق حاجات بسيطه جدا فالحمد لله، لا يعني كان واقف على البساط على رجله واللعيبه كلها كانت واقفه على رجليها ما شاء الله، يعني من احسن البطولات ومن اقوى البطولات فعلا، بس الحمد لله اللعيبه ما حدش فيهم قصر خالص يعني، حتى اللعيب الوحيد اللي خسر من يعني مستقبله، لا ما شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي هيكسر الدنيا بجد فعلا، وهو مستقبل نادي الزمالك، بس لا فما فيش خطوره ولا اي حاجه. لا
قول لي يا كابتن، طبعا بتستعدوا ازاي للبطولات القادمه وايه اللي عندكم البطولات الجايه؟ اللي عندنا بطولة يوم 1/12، بطولة 16 سنة. اللعيبة بتستعد من دلوقتي، كابتن ناصر وكابتن عوض برضو وكابتن أحمد حسنين وكابتن حلمي شغالين على طول. ولا يعني إن شاء الله في نتائج كويسة إن شاء الله في 16 سنة كمان يعني. فلا ما تقلقوش على الزمالك يعني، في جود اللي جاي أحسن إن شاء الله. مع كابتن، توافر الادوات داخل نادي الزمالك سواء صاله دوليه كبيره جدا يمكن من افضل الصالات في الوطن العربي للجودو، بتساعدكم طبعا ان انتوا تعملوا شغلكم بالشكل الامثل وان انتوا توصلوا للتتويجات. لا الفترة الأخيرة دي كل حاجة متوفرة، صالة ما يعني كل الأدوات متوفرة، ما فيش حاجة بتطلب إلا لما بتتحقق. ده بجد، لا كل حاجة، ما فيش حاجة بتطلب ما بتتعملش. الصالة مش موجودة في مصر تقريبا، مدربين على أعلى مستوى. لا ما احنا مش ناقصنا أي حاجة الصراحة. لا كل حاجة بتطلب بتيجي كمان. عرفنا بقى على الشباب طبعا. اتفضل كابتن، اتفضل تعرف بيك، بص للكاميرا كده. اسمي محمود خالد أمين. الحمد لله حصلت على الميدالية الذهب، في كانت تاني بطولة ليا، بس الحمد لله جبت ذهب وكانت صعبة، بس أنا الحمد لله حققت الذهب. قولي بقى كانت صعبة ازاي، قولي كواليس بقى رحلتك عشان تجيب ميدالية ذهبية لنادي الزمالك. كان عليا 2 كيلو، بس الحمد لله بفضل ربنا خسيتهم في 5 ايام. عملت ايه بقى عشان تخسوهم؟ جريت في التراك كتير، وكابتن خس ولبسنا تقيل عشان نخس. طيب قول لي بقى انت طبعا الفترة الجاية بقى تساعد ازاي للبطولات الجاية، وطموحك تبقى ايه مع نادي الزمالك في الفترة الجاية ومنتخب مصر ان شاء الله؟ ان شاء الله اجيب ذهب، ان شاء الله يعني احقق مراكز كويسة. يعني طبعا ابطال نادي الزمالك كالعاده طبعا ميداليه ذهبيه طبعا. بنشكرك جدا وان شاء الله بنتمنى لك مزيد من التوفيق كده مع نادي الزمالك ومنتخب باذن الله قريب ان شاء الله. شكرا، نكمل معاكي طبعا. اتفضلي تعرف بيكي. اسمي ريتاج محمد سعيد. انا خدت تالت بطوله ليا العبها. اول بطوله جبت 3 جمهوريه، وتاني بطوله كانت القاهره وكانت منطقه جبت اول، وتالت بطولة جبت 3 جمهورية. ودي ريتاج طبعا. الكابتن بيتعامل معاكوا ازاي عشان توصلي للمستوى الكبير ده اللي اهلك ان انت تحصدي البطولات دي؟ لا طبعا الكابتن بيتعامل معايا كويس جدا، وبيعملوا كل اقصى جهدهم عشان عايزيننا ابطال، وعايزيننا حاجة، وان شاء الله يعني نكون في وجهة نظرهم كويسين. ان شاء الله بقى توعدي جمهور الزمالك بايه، وتوعدي طبعا مستشار مرتضى ومجلس اداره الزمالك بايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله ارفع راسهم ونكون كلنا ابطال وكويسين. وطبعا انا بشكر كابتن حلمي، وبشكر كابتن عوض، وبشكر كابتن احمد عفيفي، وبشكر كابتن احمد حسنين على جهدهم ليا. شكرا جدا، وان شاء الله مزيد من التوفيق كده والبطولات باذن الله. ان شاء الله. شكرا. كابتن، يا كابتن نتعرف بك يا كابتن. اسمي يوسف خالد وعندي 13 سنه وجبت دهب في بطولة الجمهورية. قولي بقى يوسف بقى كواليس بقى مشوارك للدهب كان ازاي؟ انا الحمد لله جايب ميزاني، فما كنتش تعبان في الميزان، فاللي هو مفيش خوف لان انا جربت بطولات كتيرة، فاللي هو انا داخل واثق في نفسي. يوسف لعبك باسم كبير زي نادي الزمالك طبعا بيديك الثقة او بيديك تقل او الشخصية ان انت تدخل اي بطولة عينك على المركز الاول دايما؟ طبعا يعني انا ما ببصش للمركز اللي تحت يعني تاني، لا انا ببص الاول بس، لان طبعا انا شايل اسم نادي الزمالك. قول لي بقى يوسف فوائد لعبه الجودو بالنسبه للشباب ايه، عشان برضو نعرف الشباب ايه ليها فوائد كتير اكيد. يعني بتزود الثقه في النفس، بتزود الكتله العضليه، التركيز، انها تخليك مؤدب، وحاجات كتيرة يعني تنظم يومك وتنظر دراستك وحاجات كده. تدرس ايه يا يوسف؟ بدرس في اولى اعدادي. توفيق ان شاء الله كده يا رب، ونشوفك كده نجم كبير دايما، والبطولات كده تقدر تحرزها لنادي الزمالك ان شاء الله. كابتن احمد، يمكن طبعا يا كابتن فخورين جدا بالابطال الكبار دول لنادي الزمالك، وان شاء الله كده مزيد من البطولات والتوفيق مع نادي الزمالك في الفتره القادمه ان شاء الله. واحنا بنوعد مجلس الاداره ان احنا نبذل قصارى جهدنا يعني ان احنا نادي الزمالك دايما يبقى في اللي قدامه، والنادي الاول على مستوى الجمهوريه في الجودو ان شاء الله دايما يعني ان شاء الله. ان شاء الله كابتن بنشكرك، وسعداء طبعا باللقاء ده معاك، وان شاء الله كل التوفيق في الايام الجايه باذن الله. ان شاء الله، ربنا يخليك حبيبي. شكرا.
يمكن كلام مهم جدا من كابتن احمد عفيفي مدرب جودو نادي الزمالك، واللي استطاعوا طبعا احراز ميداليه ذهبيه او ميداليتين ذهبيتين في بطوله الجمهوريه. طبعا كل الامنيات الطيبه لنادي الزمالك. يمكن انجي ونيرفانا تابعنا طبعا امبارح طبعا اعلان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن 3 صفقات من العيار الثقيل، طبعا يوسف حسن مهاجم نادي وادي دجله، وايضا التعاقد مع مصطفى شلبي جناح ايسر نادي انبي، وطبعا والتعاقد ايضا مع عمرو السيسي لاعب وسط نادي طلائع الجيش. بالتاكيد 3 صفقات من العيار الثقيل المستشار مرتضى منصور اسعد بهم جمهور نادي الزمالك فور الاعلان عن انضمامهم لنادي الزمالك، بجانب طبعا الصفقات الموجوده داخل فريق نادي الزمالك، وده كله باختيارات المدير الفني مستر جيسوالدو فيريرا طبعا، اللي المستشار مرتضى وطبعا وكابتن امير مرتضى منصور لبوا احتياجاته وطلبات الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك علشان نقدر ننافس على البطولات كلها في الموسم القادم ان شاء الله. ايضا الفريق الاول لنادي الزمالك هيستأنف تدريباته اليوم استعدادا لملاقات نادي فرومبو البوروندي في اياب دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه القادم على ملعب استاد الجيش ببرج العرب. كل الامنيات الطيبه طبعا لجميع الالعاب الرياضيه داخل نادي الزمالك. والان من داخل نادي الزمالك الى استوديو نهارك ابيض، اليكم الكلمه. نشكرك يا مراد. نشكرك طبعا زميلنا العزيز مراد ابو جلال، شكرا ليك وشكرا لكابتن احمد عفيفي.